هذا اللقاء اليوم يأتي في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للأوقاف والأصول الإسلامية بجهة الدار البيضاء سطات. طبعا هذا المركز الذي يوجد في هذا المركب الإداري للأوقاف الجميل جدا، يعني هذا المركز ينظم أكيد لهم مجموعة من المهام، وبين المهام هي تنظيم مجموعة الأنشطة الثقافية. وفي هذا الإطار يعني يدعو مشكورا مجموعة من الباحثين والأساتذة والذين يساهمون طبعا في تأطير بعض هذه الأنشطة أو بعض من هذه الأنشطة. من بين هذه الأنشطة اليوم النشاط الذي يأتي في إطار الاحتفاء والاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 منذ جنبه كل سنة، وكذلك اليوم العالمي للطفل. وهذا النشاط اليوم يعني ينظم تحت شعار لغتي حياتي كما هو مبين في شعار يعني الملصق. طبعا هو يقام أو ينظم لفائدة أبناء القيمين الدينيين، تعلموا بأن هناك القيمين هناك يوجد القيمون الدينيون والذين طبعا يتبعون هناك كذا نتحدث عن مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين، وهناك أبناء هؤلاء القيمين الدينيين الذين كذلك تنظم لهم مجموعة من الأمسيات الثقافية والصبيحات الترفيهية والفنية، والتي طبعا تدخل في إطار يعني تكملة ما يتلقوه هؤلاء الأبناء أبناء القيمين الدينيين من أنشطة دراسية صفية، وهناك ضروري من أنشطة أخرى ثقافية ترفيهية لاستكمال مجموعة من المعارف والمفاهيم، وكذلك لانفتاحهم أولا على هذا المركب الإداري على مجموعة من الفضاءات الأخرى خارج فضاءات المدرسة دي أولا، ثانيا لتعريفهم وإطلاعهم على مجموعة من الأيام العالمية متعلقة باللغة العربية اللي هي لغة دستورية طبعا وإضافة اللغة الأمازيغية، وكذلك لمناسبات أخرى متعلقة بمثل اليوم العالمي لحقوق الطفل. يعني اليوم يعني الدعوة الكريمة لمركز التوثيق والأنشطة الثقافية لكي أساهم بعرض اخترت له عنوانا العربية عقيدة وبيان، سنحاول أن نبسط لهؤلاء البراعم الذين هم في عمرية ربما تتراوح ما بين أعتقد ما بين 10 إلى 15 سنة، نبسط لهم المسألة اللغوية الحق اللغة حق كانوا حق دستوري وغير ذلك. نعم على أكيد على تعلم اللغة العربية، ولكن كذلك على معرفة الأصول بأن يعني معرفة كيف يمكننا أن نطور اللغة العربية اللغة الدستورية إلى جانب اللغة الأمازيغية طبعا، وكذلك انفتحت على لغات أخرى بأن أننا لا نلغي أي لغة أخرى، ولكن أكيد أن اللغة العربية باعتبار أنها لغة دستورية إلى جانب أختها الأمازيغية مفروض أن نطورها أن نحافظ عليها أن ننميها، ولكن ليتم ذلك إلا عن طريق الدراسة يعني عن طريق القراءة المكتبة، وكذلك عن طريق انفتاح على مثل هذه الأنشطة الثقافية التي تعد إضافة نوعية لمسار الدراسي لأي تلميذ ولأي طفل.